شيء دقيق، أصعب شيء بالحياة أن تندم والعاقل لا يندم، أصعب شيء أن تخسر الآخرة، أن تخسر الحياة الأبدية. صدقوا أيها الإخوة، لو كنت في الدنيا بأدنى منزلة، ضارب آل كاتبي، حاجب، وكنت مؤمناً ومستقيماً، قلامة ظفرك تساوي العالم الغربي كله. الإنسان إذا أقبل على الدنيا وبنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى حياته على موتهم، بنى صحته على مرضهم، بنى غناه على فقرهم، بنى أمنه على خوفهم، بنى عزه على ذلهم، هذا الإنسان حينما يحاسب عن أعماله عملاً عملاً سوف يعلم ما ينتظره. لذلك الإنسان أيام يترنم يقول لك أنا حجمي المالي كبير إذا كان غني، أو أنا مسؤول كبير. لا يعلم ما معنى مسؤول كبير. حينما يعلم أبعاد هذه الكلمة ترتعد مفاصله. يقول سيدنا عمر: والله لو تعثرت بغلة في العراق، هو بالمدينة، بغلة مو زلمة، بالعراق لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ هذه المسؤولية. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك، رأته يبكي، قالت: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: يا فاطمة، ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، رأيت الفقير الجائع والمريض الضائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل والمأسور والمظلوم وابن السبيل، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً، وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي، فلهذا أبكي. سيدنا عمر سأل أحد الولاة، قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. هذا الحكم الشرعي. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكره. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني خيارك مع الإيمان خيار وقت، انتبه، خيار وقت. أنت خيارك مع مليون موضوع خيار قبول أو رفض. تعرض عليك فتاة كي تتزوجها، لا تعجبك أخلاقها ترفضها. يعرض عليك بيت تسكنه صغير ترفضه. تجارة ليست رابحة ترفضها. لك بمليون موضوع خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيارك خيار وقت. إما أن تؤمن الآن، أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. إما أن تؤمن أو أن تؤمن بعد فوات الأوان، لأنه أكبر كفار الأرض فرعون، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أليس لي ملك مصر؟ نعم، هذا عند الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الإيمان حاصل، لكن فاتك العمل الصالح، فاتتك طاعة الله عز وجل. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن.